عامل ايه في رمضان السنه دي؟ والله بنعمل حاجات جميله كده الحمد لله رب العالمين. ربنا من عليا ومن على معظم كتير من اصحابي يعني، وحاسس ان احنا السنه دي ورمضان ده متغيرين فيه شويه ومقربين لربنا شويه. ربنا يكرم يا رب. الحمد لله انا حاسس ان رمضان السنه دي احسن ان شاء الله. انت حاجه ديني السنه دي؟ لا بصراحه ما اسعفنيش الوقت ولا مش الدنيا مش حاضره، لان البلد مش حاضره، فانا ما كنتش حاسس ان انا جاهز ان انا اقدر اعمل حاجه. بس كل اللي انا قدرت ان انا اعمله السنه دي رمضان، لو اكيد الناس اللي بتحبني هتفرح لي يعني، ان انا بحاول اصلي وبحاول اقرا قران، والسنه دي مغير من نفسي شويه كتير. شي كنت صاحب اكبر عدد افراح وحفلات قبل رمضان، مش خايف على نفسك من العين ولا ايه؟ تمام يعني، انا حاسس ان يعني مش شايف ان انا واخد رزق حد ولا حد واخد رزق يعني، فاكيد انا مبسوط. الكليبات بتاعتك بتتعمل دايما يبقى فيها افي ابو شك دايما، ايه السبب؟ هو لان احنا اليومين دول كلنا بندور على الافي، وكلنا عندنا كبت، وكلنا عايزين نضحك، وكلنا عايزين نشوف حاله مرحه كده او نسمع حاجه تفكنا من الهموم اللي احنا بقينا فيها وبتاع. فانا شايف ان الافي مش انا الواحد اللي بعمله ده، كل المطربين حتى الشعبيين والناس اللي بيغنوا رومانسي او ستايل كده بيغنوا برضو بيقولوا افيهات. معروفة ولا أغاني جديدة؟ لا أنا من أغاني جديدة خالص. في ألبوم فعلا في الطريق؟ إن شاء الله بأمر الله بحضر مع أستاذ محمد تركي طبعا المنتج بتاعي، بنحضر الألبوم إن شاء الله هينزل اليومين اللي جايين دول بإذن الله يا رب إن شاء الله. وأنتم طيبين، كل سنة وأنتم طيبين، ربنا يخليك يا رب، كل سنة وأنتم طيبين. شكرا، رمضان كريم.